انطلق بحفظ الله وسلامته هذا الشوط الشوطة. الشوط السادس في المجموعة الشوط الثالث لفئة القعدان انطلق بحفظ الله وسلامته اللي في أول المراكز من الجانب الأيمن هذا رياض لسيد محمد بن علي بن دجران المري مع رياض في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز المتحد لسيد سعد بن علي المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا لفان لسيد عبد الهادي بن حسين البريدي مع لفان في هذه اللحظات كما تشاهدون على شاشة التلفزيون، في ثالث المراكز رابع المراكز هذا براق لسيد حسين ابن محمد في هذه اللحظات رابع المراكز، خامس المراكز الباز للسيد محمد حمد القريصي مع الباز في هذه اللحظات الحفل الكريم في خامس المراكز، روح مع اللي راح، راح بن دجران بالمركز الاول، راح بن دجران بالناموس، راح بن دجران بهذه الانفراده مع رياض، رياض للسيد محمد بن علي بن دجران المري كما تشاهدونه على شاشه التلفزيون، وهذا الاداء المميز حتى هذه اللحظات مع رياض للسيد محمد بن علي ابن دجران المري في هذه اللحظات في اول المراكز، ذو رياضي الحفل الكريم للسيد محمد بن علي ابن دجران في اول المراكز، وهذا الاداء المميز مع رياض وهذا الشعار المميز في اول المراكز، وهذه السيطره التامه لرياض للسيد محمد بن علي ابن دجران المري، اما اللي في ثاني المراكز اللي واصل في ثاني المراكز اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات الحفل الكريم هذا لفان للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي واصل لفان في ثاني المراكز، ثالث المراكز شاهين للسيد محمد احمد المهندي في هذه اللحظات مع محمد احمد المهندي في هذه في ثالث المراكز، رابع المراكز الحفل الكريم الرهاوي لسيد محمد بن ذروه المري مع الرهاوي في رابع المراكز، خامس المراكز ادو شاهين لسيد سالم بن محمد ال محميد، ولكن روح لبن دجران، روح لرياض، راح رياض في هذه اللحظات ادو رياضي الحفل الكريم للسيد محمد بن علي بن دجران في اول المراكز كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، ادو رياضي الحفل الكريم للسيد محمد بن علي بن دجران منتزع المركز الاول ومسيطر سيطره تامه في هذه اللحظات، هذه رياضي الحفل الكريم في اول المراكز وهذه السيطره التامه اعطنا المسافه يا قطبي بالرياض وبقيه المشاركين، هذه رياضي الحفل الكريم وهذه المسافه، هذه رياض في اول المراكز للسيد محمد بن علي بن دجران المري في اول المراكز والسيطره التامه لرياض، هذه رياض وهذه الانفراده وبدون اوامر حتى هذه اللحظات هي الحفل الكريم، هذه رياض للسيد محمد بن علي بن دجران المري في اول المراكز، اما اللي في ثاني اللي في ثاني المراكز اللي واصل في ثاني المراكز هي الحفل الكريم محمد بن احمد المهندي في هذه اللحظات في ثاني المراكز مع اللي هو هذا شاهين لسيد محمد احمد المهندي في ثاني المراكز، لكن روح روح لبن دجران راح بالمركز الاول والناموس نقول تهانينا والناموس للسيد محمد بن علي بن دجران كما نهني ابو بدر السيد علي بن دجران على هذا الفوز وهذا الاداء، هذا هو بن دجران وهذا هو رياض في اول المراكز منتزع المركز الاول نقول تهانينا والناموس للسيد محمد بن علي بن دجران على فوز رياض وعبرك، تهنئة خاصة جدا لابو بدر علي بن دجران وفي ثاني المراكز وصل ايها الحفل الكريم شاهين لسيد محمد بن احمد المهندي وفي ثالث المراكز وصل الرهاوي لسيد محمد بن ذروة المري، التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 49 ثانية
و56 جزء من السانتانينا، وان مسلم مالك رياض السيد محمد بن علي بن دجران المري.